قبل أن أحييكم سي محمد اليازغي، اسمحوا لي أن أوجه التحية لزوجتكم زوجتي المناضل، فزوجات المناضلين مناضلات يحكم عليهن الزمن بزاوية صعبة معقدة، وتقول فيهم أدبياتنا أنهن وراء الرجل العظيم. أنت سيدة سعداء أمام الرجل العظيم. واسمحوا لي أيضا أن أشذ قليلا عن القاعدة، فأنا لا أعرف كيف يكرم المناضلون والمناضلات بزجهم في ماضيهم على مجده. نعم، لنا في الأوليات مجد، لكنني لا أعرف للمناضلات وللمناضلين وللقيادات تقاعدا، فاسمحوا لي سي محمد اليازغي أن أتمثلكم في مستقبل الفعل السياسي. فنحن شعب لا يجب أن يبخس المستقبل والوطن حقه في مناضليه وفي بناة تجاربه السياسية. سأتمثلكم من خلال طرح أسئلة حول مستقبل الفعل السياسي في بلادنا، وأنتم حق حقيق بأن يطرح عليكم هذا السؤال، ولن يتطلب هذا التمثل مجهودا كبيرا ولا ذكاء اصطناعيا، هو فقط بعض الذكاء الوطني وبعض الذكاء الأخلاقي وبعض الذكاء الوجداني وكثير كثير من حسن النوايا. إن المبادرة التي أشرف بالمساهمة فيها اليوم تكتسي طابعا خاصا لن تزج بكم في فعل الماضي، وإن كان ماضي مجد وتضحية، إذ يتعلق الأمر بتمرين مختلف يليق بأحد أبرز قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي شكلتها السياسة ونحتت بدورها طريقة خاصة في الفعل بالسياسة. أعتقد أن الأمر يجب أن يهتم بمحاولة افتكاك تجربتكم وعبركم تجربة مجموعة من قيادات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والقيادات السياسية لأحزاب أخرى، وعبركم للسياسي والحزب، من قبضة الزمن السياسي والتدبير إلى زمن الفكر والتحليل والفهم والبناء. أتمثلكم في المستقبل لأنها رسالة مباشرة تحملكم وعبركم السياسي والحزب مسؤولية المساهمة الفعالة في إعادة بناء الفكر السياسي المغربي. لستم فقط تجربة ماض، يجب أن تكونوا أسس بناء للمستقبل من خلال الدفع بالتفكير إلى ما وراء الإجراء والتدبير والتفاعل، إلى مستوى النسق والتنظير والفكر والعلم، إلى محاولة فهم تأثير خصائص المسارات الشخصية على التجارب السياسية والحزبية في بلادنا. إنها رسالة الواجب تجاه فكرة السياسة عموماً واتجاه الفكرة الاتحادية على وجه الخصوص، منذ انبثاقها من رحم سؤال الهوية والمشروع وتطورها عبر محطات محورية نظمها سؤال المصلحة الوطنية في تقاطعها العضوي والوظيفي بمصلحة القوات الشعبية، بكيفية انتظامها وإنجاح هيكلتها الفكرية والسياسية والتنظيمية. فكيف يا ترى يكرم مناضل من بناة المدرسة السياسية المغربية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كاتبه الأول بالنيابة وكاتبه الأول بعد ذلك، إذا لم يكن بتناولة أزمة الفعل الحزبي وبتحريض التجربة على تفسير العطب واستقراء المآل؟ إن أهمية هذا السؤال تستمد أولاً أسسها من ثراء التجربة السياسية لسي محمد اليازغي، وتكمن في طبيعة رهانات السياق السياسي الذي تعيشه بلادنا والذي تطبعه التحولات المفتوحة على المجهول التي يشهدها النظام العالمي بأقطابه المتعددة الجديدة. إنها دون شك رهانات البناء الديمقراطي والحفاظ على الاستقرار والسيادة، وتشكل قضية الصحراء قلب هذه الرهانات.
إن سؤال أزمة الفعل الحزبي في ارتباطها بمركزية دور الفعل الحزبي في إنجاح تنفيذ مشروع الحكم الذاتي وبناء الثقة فيه هو سؤال مشروع، بل وواجب وطني وهم ضاغط. إن مشروع تمتيع جهات الصحراء المسترجعة بنظام سلطة جديد في شكل حكم ذاتي هو أكبر من حل لنزاع استنزف بلادنا والمنطقة برمتها، بل هو تحول ميتامورفوز في عقل السلطة. وبقدر مراهنتنا على إقناع الفاعلين الدوليين وأطرافه الإقليميين بنجاعته كحل سياسي واقعي ودائم وعادل ومتوافق بشأنه وديمقراطي، بقدر ما يجب أن تكون مسؤوليتنا في إنعاش دينامية سياسية وحزبية تضمن بناء بيئة الحل قوامها حياة سياسية سوية باعثة للثقة تقوم على قيم الديمقراطية والمواطنة وسمو القانون. لا ضير في أن نقر اليوم وفي لحظة مسؤولية كلحظة تكريم قائد سياسي اهتم بهذه القضية أن جملة من العوامل ذات الطبيعة البنيوية ساهمت في تعقيد عملية انعكاس المجهود التنموي الضخم في الصحراء على إنعاش الفعل السياسي والمدني الحق هناك، ويمكن إيجازها في أسباب مرتبطة بحالة الحباس السياسي العام الذي تعيشه بلادنا وللطابع الانتقائي الذي يسم التأطير السياسي والمدني على مستوى المنطقة المعنية بالنزاع، والذي يتغافل إرادياً عن قضايا الديمقراطية والمسألة القيمية والتفاعل مع مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. إن الفعل الحزبي في القضية الوطنية أصبح يتجاوز مهارة تحليل المواقف الدولية في هذا الموضوع وقراءة التوجهات السياسية الخارجية للدولة بهذا الصدد على أهميتها، بل يتجاوزها لما يمكن أن نطلق عليه المساهمة في بناء بيئة الحل من الداخل بمداخلها الثلاث: أولها تفكيك وفعم الوهل المجتمعي والسياسي بالمنطقة، والذي تبلور على مراحل مركبة ما قبل وما بعد اتفاقية وقف إطلاق النار وانطلاق مسلسل التسوية. ومستوى ثان أو مدخل ثان يهم شروط الانفتاح السياسي والمدني في المنطقة، خصوصاً تحت ضغط تغيير رقعة العراق من النقاش القانوني إلى سؤال اختبار تدبير الأرض واحترام حقوق الساكنة وحسن تدبير الثروات. ومدخل ثالث وهو مقاربة ملف الصحراء كسياسة عمومية تخضع لعناصر التشاور والبلورة والتنفيذ والمحاسبة. ولهذا فالحاجة ملحة لأحزاب وطنية قوية ولحزب ديمقراطي اشتراكي ذي مصداقية يتطلب منا الكثير من المسؤولية والوضوح في مساءلة الواقع الحزبي وأزمة السياسة وأفق البناء الديمقراطي. وإننا بتركيزنا بالأساس على الداخل الحزبي ومفاعيه الإرادية ودواليب السلطة الحزبية نهدف إلى فهم أعطاب العقل والأداة الحزبية كأحد أهم مداخل معالجة أزمة الفعل الحزبي. وإذا لم نقف على الأعطاب المزمنة المرتبطة بمنظومة السلطة بشكل عام وطبيعة المسلسل الديمقراطي، فهذا لا يفيد تحللاً من مطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي بقدر ما هو محاولة لتأمين عملية تفكيك وفهم أزمة الفعل الحزبي من المقاربات الاختزالية والتواكلية التي تفوض مسؤولية إنقاذ السياسة للنظام السياسي حصرياً. لقد واجهتم كما واجه القيادات والمناضلين أحد تمظهرات استبداد الواقع، صعوبة الواقع. أول أشكال أزمة الفعل الحزبي التي واجهت الأحزاب الجادة هي جدلية العلاقة بين المشروع المؤطر للفعل الحزبي وخطاطة السعي إلى السلطة في النسق المغربي، إذ تؤثر بشكل ملموس على الأداء السياسي لكل الأحزاب وعلى طبيعة العلاقات داخلها، وتفجر الصراعات حول السلطة الحزبية أو المشاركة في الحكومة توترات تشحنها حدة تعارض مصلحة المشروع الحزبي ومصلحة إنجاح خطاطة السعي إلى السلطة، ومن جهة أخرى إغفال أو تجاهل إشكالية المصالح والتحولات المجتمعية والقيمية وأهمية الإجابة على الرهانات التي تطرحها. فكيف يمكن أن نؤمن بتقاعد القيادات والمناضلين؟ أولها توسع رقع التوترات القيمية والسياسية والمؤسسية داخل الحزب وفي علاقته بالمجتمع
مما ينتج عنه تضارب بين الخط السياسي والخط الفكري وكل ما يترتب عن ذلك من انحصار للثقة. ثانياً، التقديم التلقائي لهدف المشاركة في التدبير التنفيذي على هدف تعزيز المكتسبات الديمقراطية وتمنيعها من التراجعات وما يترتب عنه من مسلسل من المراجعات التبريرية الارتجالية التي تهجن هوية المشروع الفكري والسياسي والقيمي للحزب وتعمق شروخ مصداقيته. تمظهرات الأخرى: إن الأحزاب الديمقراطية ليست بالتعريف فقط الأحزاب التي تجعل مشروع الدمقراطة الخيط الناظم والموجه لاختياراتها ولتصوراتها للنظام السياسي ولمنظومة القوى المجتمعية، بل هي الأحزاب التي نجحت في رص البنيان القيمي والتنظيمي والقانوني والأخلاقي لسلطة حزبية ديمقراطية داخلها. وتمظهر آخر متعلق بتمزقات النسيج الحزبي بشكل عام كسلطة تاريخية مؤشر على تمزقاتها الداخلية. إن تخلي العقل الحزبي القائم عن نهج التكفل بين الأحزاب السياسية حول تصور توافقي للمصلحة الوطنية يشكل في اعتقادي أحد أفصح تمظهرات أزمة الفعل الحزبي في بلادنا، إذ أن تراجع الأحزاب السياسية الوطنية عن آلية تنسيق التصورات السياسية والمؤسسية المشتركة في زمن ما بعد محطة التناوب التوافقي يكشف في الواقع فتوراً نضالياً مبكراً ذي جزء موضوعي ساهم ضمن عوامل أخرى في اختزال التناوب التوافقي في عملية إشراك المعارضين في تدبير السلطة وليس تناوباً في الأطاريح المؤطرة لفعل السلطة نفسه. ثالثاً، الانحصار الموضوعي للفعالية الحزبية وعدم قدرتها على مواكبة توسع أدوار الدولة وحجم الإدارات والملفات والمشاريع وآليات التتبع والتقييم ودراسة الجدوى وتقييم الأثر، وهو الأمر الذي شكل جزءاً من التقييم الذاتي لتجربة التناوب وما تلاها، والذي أكدته حيثيات تدبير بلادنا لأزمة وباء الكوفيد. اترسخت فكرة ثانوية أدوار الأحزاب وهياكلها وتنظيماتها وغيرها من مؤسسات العمل السياسي والمدني، مما يطرح سؤال الأدوار الجديدة للفعل الحزبي بعد أن انكمش تأثيرها لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية. كما كشفت تجارب ممارسة السلطة في سياقاتها المعقدة خصوصاً 2002 و2007 كلفة تأجيل التجديد الفكري والإيديولوجي دون توضيح أسباب التأجيل، وكلفة مقاومة التحديث في التنظيم ووسائل الاشتغال والتواصل دون فهم للأسباب، وكلفة ضبط دينامية التداول على السلطة الحزبية وآليات التنخيب دون تقدير للوضع والتبعات. إنها الأسئلة التي لا يملك إجابتها إلا المناضلون والمناضلات. إننا هنا لا نطرح أكثر مما طرحته أدبيات الأحزاب الجادة والمسؤولة في محاولتها تفكيك الأسباب الذاتية أو الداخلية أزمة الحزبية أو الفعل الحزبي في بلادنا نظراً للرهانات الموكولة للفعل الحزبي، لكننا نحاول ربطه بسياق معقد ومتغير فرضته التحولات العميقة التي أطلقتها الثورة الرقمية وفرضت من خلالها واقعاً جديداً لقوى التأثير والفعل في المجتمع يتسم بما يشبه رفع الاحتكار الحزبي والنقابي والجمعوي لفعل التأطير والتأثير لصالح قوى جديدة مستفيدة من أزمة الفعل الحزبي ومن الثورة التواصلية الرقمية ومن فائض الإنتاج، تنازع مؤسسات التأطير التاريخية أحزاباً ونقابات ومجتمعاً مدنياً مشروعية تمثيل وقيادة التيارات المجتمعية. مما يطرح علينا على أهل مكة سؤال أحوال شعابها، ويبعث في أهل الفكرة والمؤمنين والمؤمنات بها روح إرث البنات وأنتم أحدهم وحق الأجيال القادمة وحق الوطن، ويضع الفاعل الحزبي الملتزم أمام مسؤوليته في المبادرة، وأتصورها في إطلاق دينامية في شكل حركة من أجل فعل حزبي وطني مستوعب للتعددية متعال على السياسوية، وأحد مهامه بلورة أنموذج جديد ذي مصداقية للعمل الحزبي والاستمو به. وأختم بتجديد الشكر لكم سي محمد اليازغي على كل ما بذلتموه وما ستبذلوه من أجل إنجاح عملية إنقاذ الفعل الحزبي، ولكم منا
الطيب الأماني، وأشكر مؤسسة سي عبد الرحيم بوعبيد رئيساً وأعضاءً على كل هذا العمل ومزيداً من الجهد والتألق. شكراً. السلام عليكم. سيدي محمد اليزغي تعرفت عليه بطريقة غير مباشرة.